من صوت بيروت انترناشونال، مساء الخير. هل هي السنة الأخيرة من العهد أم أن الحديث الصحافي الأخير لرئيس الجمهورية يوحي بأنها لن تكون الأخيرة؟ هل إذا لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية وتكون الحكومة مستقيلة لا يسلم رئيس الجمهورية السلطة إلى حكومة مستقيلة؟ هل هذا يعني أنه سيبقى في قصر بعبدة بعد 31 تشرين الأول 2022؟ ماذا سيكون عليه موقف الأطراف الآخرين؟ ماذا سيكون عليه موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الحال؟ إنه السيناريو الجهنمي الذي يجري إعداده. فهل وصل البلد إلى مرحلة كل من إيده إله؟ قد تكون السنة الآتية من أصعب السنوات في تاريخ لبنان. الدولة ليست فقط في وضع اهتراء، بل في وضع تحلل. فهل بالإمكان الخروج من هذا المأزق؟ هذه الهواجس سنناقشها مع ضيفنا المشاكس خارج التيار، المهادن داخل التيار، النائب العون، ومع ضيوفنا من الأحزاب والتيارات والمجتمع المدني. ولكن قبل النقاش، تقرير موجز عن الأوضاع. بين أعداد المغتربين الذين تسجلوا الانتخابات النيابية وأعداد كورونا التي ترتفع في شكل كبير، أصبحت حياة اللبناني العيش على الرقم، أو كأنه أصبح رقما يحسب كل يوم ارتفاع أسعار الأدوية والمحروقات والمواد الغذائية وأقساط المدارس. كل شيء أصبح غالي الثمن في لبنان إلا الإنسان الذي رخص إلى درجة مريعة، ويبدو أن التدهور سيستمر في ظل المعالجات الارتجالية وفي ظل حكومة لا ينتهي رئيسها من تدوير الزوايا. سعادة النائب العون، بدي ارحب فيك. اهلا فيك. بدنا نشكرك لمشاركتك حلقتنا لليوم. بدي ارحب بالشباب، شباب التيار الوطني الحر يلي مش دائما بيشاركونا الحلقات. عرفوا عن حالكم، تفضل. شاد جابر، ناشط في التيار الوطني الحر. تفضل. روي ابو شاره، مسؤول اعلام بهيئه الحزمي قضاء بعبده. بدي كمان رحب بالشباب من مختلف الاحزاب معنا. جيسون سعاده، رئيس قطاع مدارس المتم بمصلحه طلاب القوات اللبنانيه. اهلا وسهلا. رواد نصار، منظمه شباب تقدمي. اهلا وسهلا. شربل دياب، صحافه وعضو لجنه تنفيذيه بمصلحه طلاب بحزب الكتائب. اهلا وسهلا. تفضل. يا رب عقليني، ثوره وضدهم كلهم، يعني كلهم. بدي بلش مع سعاده النايب، هل انت مشاكس ومهادن داخل التيار؟ لا، انا مشاكس ومهادن جوا وبرا حسب شو الموضوع. يعني أكيد داخل، أكيد وقت تكون دون مجموعة بتخدع لعملية، حتى لو رأيك أوقات بيكون مختلف، بس بالآخر بتناقشي وبالآخر في رأي مجموعة. هيدي يعني شروط واحد يعيش ضمن مجموعة، مش دائما ممكن كل شيء بيصير مثل ما بده، بس بالآخر الشيء بكلفك. لا مش بكلفني، بس إنه في مواجهة مع رئيس التيار. لا ما دخل، ما فيها تكون أوقات نقاشات مع زملاء، يعني مش ضروري، بس إيه أوقات كتير إنه هيدي حياة المجموعة دائما هيك بتكون. أنت هلا اللي بيكون مستقله لحاله بيعيش على راسه، بس اليوم وقت بتكون أنت ضمن فريق، هذا الفريق أوقات أنت مهم توصلي وجهة نظرك وتناقشي فيها. ممكن اوقات تمشي، ممكن ما تمشي. اذا بهالمعنى المشاكسه انا ما عندي اي خجل بهالموضوع يعني. اما بالخارج اكيد يعني بالاخر نحن ببلد في اختلافات بوجهات النظر كثير مع كثير احزاب، وبنتناقش وبنتساجل وكل شيء، بس بالاخر نحن محكومين ببعض، انه مفروضين كلنا على بعض. الناس هي اختارتنا، وطالما الناس هي فوضت هالكتل وهالنواب وهالقوى السياسيه نحكي معه. اليوم لبنان ما حدا على ذوق الثاني، ما حدا بنق الثاني، كل واحد عنا ما ياخذ عليه وهو عنده ما ياخذ علينا، بس بالاخر قعدتنا بقلب هالمؤسسات هي باراده الناس، وقت الناس بتغير ارادتها صحتنا على قلب اللي بيجي محلنا. بس في قانون بيحكم بين الناس، لا؟ عم يطبق هالقانون؟ اكيد القانون بيحكم الناس، عم بحكي هون هلا بالسياسه. اما القانون اكيد القانون كلنا لازم يكون تحته. طيب، طرح أستاذ جون أسئلة بالمقدمة عن تصريح الرئيس الجمهورية الأخير، ماذا كان يقصد بهذا الكلام أنه لن يسلم؟ بعتقد كثير واضح التصريح، ما بعرف ليش عم يصير فيه له تأويل. يعني قال أنه مسلم لحكومة أو لرئيس أو لحكومة أو لحكومة مستقيلة أو غيره. هلأ هو متوقع أنه ما يسلم لفراغ. إيه؟ أنا إن شاء الله ما رح سلم لفراغ بهالمعنى،
ورجع برسالة الاستقلال قال هي رسالته الأخيرة، فليش بدنا نضل نأول ونركب خبريات وإنه كأنه هناك عدم رغبة بال بس عم بلطش على شيء معين، عم بمهد لشيء معين الرئيس، هل هو باقٍ بعد 31؟ لا أكيد مش هذا اللي قاله، ليش بنقرا دائما بدنا نفتش على شيء نعمل مشكلة عليه؟ إذا بتقرا الحديث كثير واضح، قال كثير منيح شو رح يصير، وقال انه رح يسلم لرئيس عنده حيثيه، اذا ما عنده حيثيه رايه انه لازم يكون رئيس هيك، وهذا راينا. مش اذا ما عنده حيثيه ما بيسلمه؟ لا نحن ما رح نختار رئيس ما بيكون عنده حيثيه، هذا راينا، هذا راينا. بس عم بقول لك شغله، والرئيس بينتخبه مجلس النواب مش رئيس جمهوريه بيحدد مين بعده رئيس جمهوريه. وقال لن اسلم، قال لا لن اسلم الى الفراغ، لما توقع انه رح يصير في من هلا لوقت يصير في انتخابات رئاسيه. رجع الى الحديث مضبوط. ماذا كان يقصد بلن اسلم الا الى رئيس عنده حيثيه؟ ما قال هيك، لن يكون ايه الرئيس اليوم قال لن اسلم الى الفراغ، رجع الى الحديث مضبوط. وقال الرئيس ما راح يكون مثل قبل، قال الرئيس ما راح يكون مثل قبل، انه نحن بمعنى انه قبل كان يجي رؤساء ما عندهم اي صفه تمثيليه. طيب هو بده يختار الرئيس اللي بعده كمان؟ لا ما اختار، قال هاي المواصفات، هو بتوقع انه هيك يكون المواصفات. بتتوقع انه يبقى بقصر بعبده بعد انتهاء ولايته؟ اكيد لا. مين سيخلف برأيك؟ جبران بصير؟ هيدا إرادة مجلس النواب رح تكون بعد انتخابات نيابية، هي بتحدد بالأول شو رح ينتج مجلس النواب، شو رح ينتج فيه من كتل وشو في توازنات، وبعدين هيدا المجلس النيابي هو بيختار رئيس الجمهورية. وإذا كان في حكومة مستقيلة بوقتها؟ هلا لوقتها ليش بدنا نيجي نحط فرضيات ونعقدها؟ في سيناريوهات قد ما بدك سوداويه، نحن اليوم في سيناريو واضح، رايحين الى اعاده انتاج سلطه كامله بال 2022، بتبلش من انتخابات نيابيه يليها انتخابات رئاسيه. رح تصير انتخابات؟ وبعد الانتخابات الرئاسيه اكيد حكومه جديده، اكيد رح تصير انتخابات، ما بعتقد في حدا عنده يعني اي تلاعب باجراء الانتخابات. بس في حد عنده مصلحة مثلا؟ لا ما حدا قادر، ما بعرف مين عنده. أنا بقول لك نحن كلنا عم نتحضر على أساس في انتخابات، ورح يكون في انتخابات، لأنه السيناريو الآخر لعدم إجراء انتخابات هو فوضى وليس استمرارية الوضع. طيب بس اللي ما عمل انتخابات فرعية ليش بده يعمل انتخابات عامة؟ هلا الفرعية بوقتها كان على قصة إنه بعز الأزمة كورونا، وإنه وزارة الصحة عاملة هي تقرير وإلى آخره، اللي بدي أقول لك تالي، هلا بجزم لك إنه رايحين على انتخابات نيابية. التحضيرات ماشية كوزارة الداخلية، في حكومة موجودة وعم تنظم هذا الشيء. اليوم كل القوى السياسية من دون استثناء دخلت في طور تحضير الانتخابات، ما حدا عم بيراوغ ويناور، كله عم يحضر الانتخابات. بقول لك يعني هيدي معلومات اللي بعرفها من عنا وعند غيرنا، فالاتجاه ما حدا عم بيعمل، صارت واضحة، ما حدا عم بيعمل بحسابه هلا ولا حزب انه ما في انتخابات. تحالفات والاسماء لا بكير عليها، بعد تحالفات بكير عليها، ترشيحات طبعا كل فريق هو بده يحسم ترشيحاته، رح ترجع كل واحد بلش مساره، كل واحد بلش مساره الداخلي، وبعدين التحالفات تحكمها اكيد كل ما نقرب اكثر على موعد الانتخابات حتبين الصوره اكثر. رح يرشحك تيار او انت؟ نحن اول شيء انا اكيد ابديت نيتي بالترشيح، واكيد الاتجاه انه رح اترشح، بما انه كمان بما يخص يعني كل المسار الداخلي اللي يعني لاستطلاع راي الناس والحزبيين كلها جاي لصالحي الحمد لله. عندك حظوظ بعد في رضا علي؟ عندك حظوظ بالفوز؟ يعني حجم التيار الوطني الحر اليوم برايك هل هو بعده وزيته من 4 سنين؟ هلا والله هيدا الانتخابات بتحدده، مش ما بتعملوا احصاءات؟ ولو عملنا احصاءات يعني كل واحد بكره الانتخابات رح تفرز هي الاحجام، ومثل ما قلت لك بالاخر هيدي اراده الناس، حدد هي كل واحد شو حجمه، اذا بدها تعطي التيار قد ما كان او اقل مكان او اكثر مكان، هيدي لوقتها الاستطلاعات بكير عليها اصلا صراحه. اذا عم تحكيني عن بعبدا بعد ما عملنا ولا استطلاع، بس مأكد انه رح تنجح؟ لا ما حدا بياكد مسبقا نجاحه، ما حدا بيختزل راي الناس مسبقا. يقال انه حجم التيار يعني من بعد مسيره العهد اللي يوصفوها بالفاشله تراجع، هيدي اذا امنيات البعض، بكره بنشوف اذا هيك الناس بدها، هي بتقرر اكيد كل الناس رح تقرر. لا اكيد واضح انه اليوم في كثير ناس اليوم بهاللحظه بالذات، انا عم بحكي عن غير مناطق بعبدا ما صار في استطلاعات، واضح انه بعد في كتله كبيره من الناس ما عم تحدد خيارها، او عم تقول هي ضد الطبقه السياسيه ككل، او مش محدده بعد خياراتها. فهيدا المجتمع المدني في انكونيو كبير بعد ما حدا بيعرفه قديش حجم هول الناس اللي هلا ثورجية يعني ما لا مش بالضرورة، عم بقول الناس ما محددة خياراتها هيدي كيف رح تتصرف بالانتخابات، ما حدا بيعرف هل رح تروح تشارك او ما رح تشارك، او اذا شاركت لمين رح تعطي، لاحزاب معارضة لضد كل الاحزاب،
بكره بتبين معنا كله اكيد هذا داخل ضمن الاختلاف. باقيين على تحالفكم مع حزب الله؟ كيف؟ مع حزب الله؟ مع حزب الله نحن سبق وحكينا انه هناك امور بدها مراجعه طبعا، وهيدا يحتاج الى حوار ثنائي بلش قسم منه، في قسم لازم يستكمل. اكيد في قصص عبرنا عنها، يعني في اختلافات بوجهات النظر عم نعبر عنها، في شيء بالعلن. كيف رح تنحل؟ هيدي بدها تستمر بالحوار. بالاخر انت محكومه مع كل القوى السياسيه بلبنان انك تلاقي ارضيات للتفاهم. طب نقطة خلاف واحدة من النقاط، بلشي هلا بتعطيل الحكومة حزب الله كبيرة. ايه؟ هو اللي عبعت الحكومة هلا بالموقف اللي اخذينه الثنائي الشيعي، لأنه بالتكافل والتضامن ما بدي أعرف مين متضامن مع الثاني، إذا القصة عند أمل حزب الله متضامن معه أو العكس. تعددت الأسباب والنتيجة واحدة. هذا موضوع احنا فيه عشان يعني حزب الله أو الثنائي الشيعي يعطل الحكومة اليوم حاليا بقرار بعدم مشاركة، يعني بعدم مشاركة بالجلسات، دونك بيخلقوا مشكلة مسائية على صعيد عقد مجلس وزراء ربطا بموضوع القضائي. نحن عم نقول إذا عندكم ملاحظات على المسار القضائي روحوا على القضاء، في مسار قضائي، في مراجعات عم يعملوها اصلا، مش هيك؟ عم يقدموا دعاوى والى اخره. في مسار وفي مسار دستوري يعملوه عبر مجلس النواب، بس ما فيك اليوم تجربوا موضوع الحكومه، لانه بالنسبه لنا في فصل سلطات، ما فيها الحكومه تاخذ قرار وتدخل سياسي بموضوع القضاء. يعني في اعاده نظر بالتحالف مع حزب الله بالانتخابات؟ في هلا ما بدي اقول بالتحالفات، هذيك المره ما تحالفنا مع حزب الله بكثير من الدوائر، في محلات حلفنا في كل الاحزاب، في محلات حلف مع بعضها وفي محلات ما تحالف مع بعضها. طير المستقبل كثير بكير على الموضوع، بما انه صار قطيعة العلاقات مقطوعه حاليا صراحه بالسياسه اكيد. ما في امل ترجع قبل الانتخابات؟ بشك بشك. طيب بيير من بعبدة بيير بعقليني بده يترشح على الانتخابات، ممكن بعد ما اعلن. شو رايك حجم التيار ببعبدة؟ لانه بعد ما عملوا احصاءات فوق هلا بحسب العالم اللي عم بتقوله انه في تراجع كتير كبير مثل ما حضرتك قلتي بالاحصاءات، ومش بس حتى عند التيار انما عند اغلب الاحزاب السياسيه اللي هي من ضمن المنظومه السياسيه اللي وصلت لخراب هذا البلد. بما أنه عندهم أكبر كتلة نيابية أكيد يتحملون جزء كبير كتير من هالمسؤولية وهالفشل والانهيار اللي وصلنا له لهون. أما بتأرجع على المقدمة اللي حضرتك قدمتيها واللي شارك فيها أستاذ ألان، أنه هو مشاكس خارج التيار وداخل التيار مهادن، بوافقك أنا الرأي. وبالنسبة لاستطلاعات الرأي شو بتسأله؟ شو سؤالك السؤال المطروح أنه كيف ممكن تخلي ناخب يرجع يقتنع ينتخبك وبحال أنت ساومت بس بطلب من رئيس الجمهورية لك؟ وبالاستطلاعات الرأي داخل حزبكم كنت أنت عندك الحظوظ الأكثر، سلمت رئاسة الحزب لجبران باسيل، ووصلنا بالبلد وبحزبكم ليصير من أسوأ أحزاب يمكن بالبلد، بلد أسوأ بلد بالعالم. أول شيء هيدا رأيك انت حر فيه، بس بدي اقول لك اليوم رأيي ورأي كثير عالم عم بيحكي. عظيم هذا رأي هلا اللي بدي اقوله انه نحن اليوم الوضع اللي وصله لبنان هو وضع صحيح صار هلا انهيار كبير، يعني نتج عن مجموعة عوامل صارت وهي بمسار تراكمي ادى الى هذا الانهيار المالي، لانه وقت انت بتحكي عن فجوة ب 60 70 مليار ما قصة سنة وسنتين، هذا مسار صار له سنين عم يتراكم وصل لانفجر بهاللحظه بحكم حاله الهلع اللي صارت واللي ادت الى انهيار النظام المصرفي. انفجار بيروت كمان منه وليده اليوم، 7 سنين صار لهم كانوا على الباور هاود النيترات دامونيوم، كله ثائب هلا، يعني مش معناتها انه فينا نقول هيدا الواقع يلي صار صحيح هلا عم بصير يعني لسوء الحظ، انما بالاخر هيدا مسار تراكمي ادى لانفجاره هلا. هلا المسؤوليات تبع الحكومات كلها السابقه ومن كان يعني اذا اثر بوجباته او ما اثر بوجباته، هيدي اليوم نقاش طويل ما يختصر بس بالتيار الوطني الحر، يختصر بكثير من الوزراء واللي كانوا متطلعين واللي كانوا نيابيه وشارك ما بقول ما في حدا بالسلطه شارك، حتى هلا اللي بيدعوا هن بالمعارضه ما هن كانوا بكل حكومات السلطه قبل. طيب هن كانوا مسؤولين كمان عن هذا الواقع يلي صار في اداره للوضع البلد والمالي والاقتصادي اللي وصل لهون. قصدك يعني القوات مثلا كل الاحزاب اليوم ما في حدا يجي يقول، لانه وقت بتحكي انت عن مسار وصل الى هذا الحجم من الفجوه الماليه يلي اليوم عم نفتش عليهم
حتى نشوف كيف فينا نرجع نقلع لا يبرقوا حالهم قصدك صاروا بالمعارضه. ما بدي اقول كيف يبرقوا حالهم او لا، ما بدي احكي عن هيك، بس انا عم بقول انه هيدي الازمه انه القوات جزء منهم، اكيد هن جزء من الاحزاب اللي كانت بالسلطه. خليني بس خلص اذا بتريد. اللي هن اللي بدي اقوله انه هيدا المسار الاقتصادي المالي والنقدي هيدا وقت انفجر هلا، هيدا مجموعه عوامل ادت لوصوله الى هذا الحد. طيب هيدا اليوم مين ما كان بالسلطه خلال السنين الماضيه، بدي اقول من 2005 لهلا، لما احكي عن التسعينات لهلا، فاذا الاحزاب يعني وانتم واحد منهم. ما عم بقول لا، عم بقول نحن في مسؤوليه، ما عم بقول لا، ما عم بتبرر، بس انت عم تيجي تحط وكانه كل المسؤوليه علينا، عم بيجي اقول اليوم حتى وقت انفجر هيدا الشيء، هيدا الموضوع، كانوا كلهم بالحكومه تقريبا. فاذا اليوم الوضع المالي ما فينا نيجي هيك نبسطه نقول انه صحيح تداعياته كارثيه وكلنا عم نعيشها وكلنا مضروبين فيها، واكيد بدنا نميزي حدا، لا تيار ولا قوات ولا كتائب ولا ثوره ولا حدا ولا ميزي، لا مسيحي ولا مسلم ولا شيعي ولا درزي ولا حدا ولا سني. فهيدا الواقع عظيم هلا صار، هلا ليش وصلنا له؟ شو الخيارات الخطا اللي صارت؟ شو حجم المسار؟ اول شيء شو الحجم الفساد؟ في اعتراف بالخطا بالاول، اكيد في اعتراف اليوم انه في مشكله، في ازمه وقعت، حكما هيدي الازمه في تحمل مسؤوليه لكل السلطات. طيب ليش ادعيتوا بالتغيير والاصلاح؟ دعينا ليش؟ ما قدرتوا تعملوا. خليني اقول لك، فيك انت تحاولي باشياء وفيك ما تقدري باشياء، اكيد بالاخر هيدا بلد مشكلتك فيه. بس شو اللي قدرتوا تعملوا؟ مشكلتك بهذا البلد شو؟ انه انت اليوم ببلد نظامه توافقي، بتخدي أكترية ما بتخدي أكترية، بالآخر إذا ما في توافق فريق واحد بعطل كل شيء. طيب ليه وعدتونا كل النظام اللبناني، نظام اللبناني التوافق اليوم وهيدي رح مصيبة، رح تلحق كل واحد موجود بالسلطة، ولو إجا ناس ورانا على السلطة رح يرجعوا إلى بزيت المشكلة. إنه سيستم التوافق اليوم طالما هو هيك بعده، ما في نظام أكترية وأقلية بتحكم وأكترية من سجمة بتحكم وأقلية بتعرضها. يعني أنت بدك تغير النظام التوافقي. في عندك مشكلة بهالقصة، معلي خلينا نكون واقعيين، اليوم شو مشكلة لبنان؟ إنه كلنا اليوم لنقدر نمشي شيء كلنا بدنا نتوافق، يحو هلا شوفي شو صاير. بس في قصص، بينما اذا بدك ما يوقف كل شيء بدك فريق واحد يعترض، هلا في فريق واحد معترض موقف في الحكومه. طيب وثلثين الحكومه ما بدها، بس سيستم التوافق الطائفي بلبنان ما بيسمح لك تعمل حكومه بلاه، ما بيسمح لك حتى لو خسرتي ربحتي اكثريه نيبي مثل ما صار بال 2009 انك تعملي حكومه بلاه، لانه ما عندك تمثيل لطائفه معينه. فاذا هذا السيستم التوافقي اللي موجودين فيه، هذا سيستم عمليا كلنا وقتها بنكون بالسلطه، كلنا سلطه ومعارضه، هذا بينطبق على هيدا وهيدا بيعارضك، هالشيء بينطبق كمان بالسلطة. داخل التيار كيف؟ يعني شو قصه ترشحك لرئاسه التيار وبعدين سحبك؟ هيدا موضوع ثاني، هذا حكيت فيه بوقتها وبظروفه، وانا عملت خيار وقتها ما عدت كمل، وهيدا خياري وهيدا شأن داخلي بحتفظ فيه لإلي، وقتها عملت بيان وشرحت هيدا الشيء. بس ما ضريت لبنان وضريت التيار وضريت حالك وضريت اللي حواليك، بشكرك على ثقتك يعني فيي انه انت بتعتبر انه انا ساومت حضرتك بناس عم تعطيها، عم تعطيك صوتها وعم تعطيك ثقتها، نزلت عنه. كيف واحد مواطن لبناني بده يأمن عليك داخل البرلمان جيب له حقه؟ أنا بعد مرة هيدا موضوع بقلب حزبي وبقلب، وبشكرك اذا انت حاطط كل هالثقه فيي وبتعتبر انه هالقد انا كنت لو عندي ثقه فيك ما كنت عم بحكيك. غير على شو عتلين هام؟ مازال ما عندك ثقه، واذا عندك ثقه فيي انا عتلين هام انه يرجع حدا يجي معنا صوت له، اذا بده ينزل ضدك ما في صوت له، عتلين هام يرجع يجوا نفس الطبقه السياسيه ونفس الاشخاص ونعيد التجربه. شو رايك ونفشل بعد مره؟ شو رايك بجبران باسيل برئاسته للتيار؟ راضي عن هلا هيدا موضوع بيتقيم داخليا وكل مرحله لها ظروفها ولها اشخاصها، وهذا موضوع يعني بكره نحن علينا وعلينا اكيد كفريق سياسي، وانا بدعي كل الافرقاء السياسيين بعد كل اللي صار بلبنان، كل الاحزاب السياسيه بحاجه لتقييم حقيقي ولمراجعه على كل المرحله السابقه ولا ادارتها حتى نشوف كيف بدنا نستمر للمستقبل، لانه عندنا مشكله حقيقيه. يعني في اخطاء ارتكبها جبران باسيل، ما بدي هلا لما نحكي قدام الراي العام، لانه كمان الراي العام بحقله يعرف. انا بفتشي على يعني على هالموضوع، انا عم بقول لك انت بقلب التكتل وكنت مرشح لرئاسه، انا عم بقول لك انا كحزب سياسي مش سيرك بالسلطه، ماني شايل من حالي من المحاسبه تجاه كل هالمرحله اللي صارت، ليش عم تجي تجزئيها هلا اشخاص؟ انا عم بتحمل مسؤوليه هلا كحزب سياسي. لا ما هو كمان في مسؤوليه كبيره على رئيس التيار اللي المحاسبه الداخليه تبعنا. يعني تعليق سريع بس يعني ما نضيع الحكي، بس ما نضيع الحكي على امور داخليه بالاحزاب. حضرتك استاذ علاء عم بتقول انه المشاكل اللي صارت هلا بهالوقت وفجاه صاروا كلهم مع بعضهم، انا بخافك بهالشغله
وبوافقك انه مسار تراكمي. بهيدا المسار التراكمي انا اليوم بدي احملهم مسؤوليه. اليوم في عنا بحدود ال 40 مليار دولار عجز بالدوله هول بوزاره الطاقه. وزاره الطاقه ما كانت مع جده، وزاره الطاقه كانت مع التيار الوطني الحر. هون لو هن عندهم نيه يشتغلوا او عندهم نيه ينجوا اصلا كانوا انتجوا. اكبر دليل بال 2016 عملوا تسويه رئاسيه وقعدوا كلهم سوا بقلب الحكم كلهم مع بعضهم. النهار اللي كان فيهم يشتغلوا لو عندهم نيه اشتغلوا، لو عندهم نيه يطلعوا بترول طلعوه، لو عندهم نيه يجيبوا الكهرباء جيبوه، لو عندهم نيه يجمعوا الجيش يكون في جيش واحد بالبلد كانوا عملوها. شو سؤالك لكان؟ مش قصه سؤال، قصه شغله ثانيه. إن انت اليوم عم تحكي بالنظام التوافقي انه لبنان راكب على نظام التوافق، على التوافق انتم بترفضوه او انه مشيتوا هذا الواقع او انه مشيتوا بالموجه فيه. كلنا اليوم انت شاركت بالحكم. انا شاركت بالحكم بس انا بحكم على الاداء السياسي. اليوم انت اذا كنت موجود هيك. اذا كنا موجودين بمحل نظامك هيك ولا انت اليوم نظامك حسب شو بتنتج يحكم عليك. نظامك نظام توافقي او مش توافقي. اليوم لما عملتوا التوافقات انتوا عم بتقولوا انه هيدي هي الحجه انه نظام توافقي وما بخلونا من خلاله نشتغل. لا ما قلت، خليني اقول لك شغله. انا هيدي واضحه يعني. انتوا اليوم فتوا بالنظام التوافقي للاخر. مش كلنا هيدا نظامك انت بلبنان هيك. بس قبل ما نحكي عن نظام التوافقي وكنت بالسلطه وهيك يعني معلش استاذ ألان، نحن عم نحكي عن الطائف. بس قبل ما نوصل للطائف خليه طبق الطائف. اليوم في سلاح حزب الله بعده موجود عم يستخدم بالداخل كما في الخارج. حزب الله اليوم هو حليفكم. اول ما طلع جنرال عون رئيس للجمهوريه، اول شغله عملها بدل ما يحترم سياده الدوله، بدل ما يحترم المؤسسه العسكريه، طلع عمل استعراض عسكري بمدينه القصير بسوريا. اليوم بس قبل ما حزب قوات اتهمكم اليوم انه انتم صرتوا معارضه من وقت اللي انتم كنتوا راكبين الموجه. في شغله لفت النظر عليها شربي اللي هي انه نحن اليوم بدنا نحاكم او بدنا نواجه بالمواقف، مش انه اليوم والله التيار الوطني الحر، لانه تيار وطني حر نحن بدنا نجي نقول انه هو سيء، بس ثلاث ارباع مواقف التيار الوطني الحر بينت عن سيئاته. وانتم كقوات نحن كقوات لبنانيه اذا اليوم بدنا نجي نحكي عن ادائنا بقلب الوزراء، نحن الوزير غسان حصباني مثلا بعهده كوزير صحه وصل الدولة اللبنانيه بالقطاع الاستشفائي الى المرتبه 32 عالميا. شفناها بالكورونا اصلا. بس كورونا شفنا المستشفيات كيف عجزت على استقبال المرضى لانه كان في وزير صحه. الوزير جبق هو اللي رجع استغربت انا من بعد الوزير جبق هو اللي رجع استلم. انا عم بحكي من قبل وقت ما استلم حصباني وزاره الصحه لهلا. اللي انت بالمستشفيات شو عامل؟ شفنا بتصارت قصه كورونا بلبنان، شفنا المستشفيات مش قادره، ما في تخت. شو بتقول لي انجازات بحزبكم من وزاره الاعلام ايام الرياشه لهلا؟ اذا بدنا نجي انجازات انتم شاطرين قوات لبنانيه. اذا بدك تحكي انتم شاطرين بس بالشعبوية، انتو يعني كيف هونيك بتسموها الثنائي حركة أمل وحزب الله، انتو الثنائي انتو والكتايب معروفين شعبوية. لا في إصلاحات، على فكرة انتو كنتوا متفقين بالأول يعني مش نحن. لا في بس إذن منك أنا عم بحكي، ما بس حكيت أنا ما قطشتك. هو كتايب يعني بعرف كتايب وجايك لك كمان. يعني انتو بالقوات بس بكون بتحكوا شعبوي شعبوي شعبوي. بنجي على الأرض شفناكم كيف واجهتوا حزب الله بالطقنيس بالغدر من ورا، مش دفاعا عنه. يعني ما بقى تطلعوا تحكوا. ما بعرف اذا استاذ انا بيتبنى هذا الحكي. تحكوا انا عم بتبنى انا شخصي، لا عم بحكي، انا عم بحكي حضرتك عم تمثل التيار الوطني. انا عم بحكي. معلش استاذ انا اهالي عين الرمانه هن يلي دافعوا عن 100% 100%. بس انت ما فيك اليوم تجي تقول انت عم بتواجه وانت عم بتواجه وانت عن سطوح البنايات. انت ما فيك تقول انا عم بواجه الاحزاب وعم بواجه التيار وانت ما عم تعمل شيء غير تطلع تحط تويت وتهاجم التيار. انت شغلتك وعملتك كل النهار طيار جبران بيصير رئيس مش هون. ابدا استحلت شي مره قوات لبنانيه تهاجم نبيه بري؟ استحلت شي مره قوات لبنانيه تطلع تهاجم وليد جملاد؟ ليش ما بتهاجم الاشتراكي وحتى ولا مره حضرتكم ولا مره مع احترامي لحزبكم ولا مره طلعتوا على الاعلام حكيتوا عن نبيه بري، عن وليد جملاط، عن سعد الحريري، على طول اتهاماتكم على الرئيس ميشيل عون، على جبران باسيل، كيف فينا هون نشيل منه نايب، نحط نايب لنا هون؟ مش معقول، مش معقول. لا بالاذن بس لانه حكي عن القوات اللبنانيه في حق الرد. لا نحن مش بس منصوب على التيار الوطني الحر، نحن مثل ما صوبنا على التيار الوطني الحر، صوبنا على المستقبل. شفناها بالهيلا هو يعني كفي. صوبنا على المستقبل من خلال نايب انطوان حبشي اللي تقدم. ونبيه بري. نعم. نحن اول مين طلع كمان هاجم الرئيس نبيه بري بموضوع التوظيفات، بموضوع مجلس الجنوب نحن كمان هاجمناه.
اليوم ما بقى فيهم يدعوا التيار الوطني الحر انه والله القوات اللبنانية كمان الاشتراكي نحن اللي عرقلناهم. عندهم تعليقات علينا؟ لا حتى ما عندنا تعليقات عليكم، نحن منواجه على حسب الاداء بالوزارات اللي كنا مستلمينهم، حتى قدرنا بكثير مطارح نتصدى لكثير من المشاريع اللي تقدموا لها خاصه بوزاره التربيه. شو رواد؟ مثل انا بدي اسال هلا اول شيء لانه صار في مواضيع خلافيه كثير، وكنا عم نحكي مع ممثل اكبر كتله نيابيه موجوده رئيس جمهوريه الى ما هنالك. اليوم في وضع اقتصادي صعب جدا، كل العالم عم بتعاني، مش مثلا الاشتراكيه عم بعانوا غير عالم عم بتعاني، كل العالم عم بتعاني. في مجموعه من المشاريع الاجتماعيه اللي موجوده، منها مجموعه دعم الاسر الاكثر فقرا، في عنا البطاقه التمويليه. انتم اليوم كتيار وطني حر وكأكبر كتلة نيابية، شو عم بتجربوا تساعدوا بالعالم؟ ما عم نشوفكم غير عم بتصرحوا سياسيا، اجتماعيا، شو عم بتجربوا تعملوا انت؟ أول شيء هو اللي حكيتهم أكيد داعمين، نحن عم ندفش فيهم، نحن عم ندفش فيهم. يعني اليوم إذا متابع مسار البطاقة التمويلية بتشوف نحن من يلي وصلها في غموض بس. لا الغموض مش هون، جاي من قصة التمويل اللي مش بإيدنا. بوزارة المال ومصرف لبنان والى اخره. هون شفنا اخر مره بس لانه شفنا تراشق مسؤوليات بين وزيرين يلي هن وزير الاقتصاد ووزير هذا لما نسأله عن البطاقه التمويليه. خليني اقول لك مسارها لاشرح لك اياها. البطاقه التمويليه معموله في لها ثلاث مصادر تمويل. المصدر الاول هو هبه من الاتحاد الاوروبي اجت لوزاره الشؤون الاجتماعيه، حاطين عليها العائلات الاكثر فقرا وعم بينفذوها. صحيح. ب40 ألف عائلة تقريبا، وهلا موعودين يزيدوها ليدوبلوا عدد العيال. هيدي هبة من الاتحاد الأوروبي. ثاني وحدة هي كارد البنك الدولي دعم الأسر الأكثر فقرا. صح. يلي بتغطي إلى حد تقريبا 200 ألف عائلة، يعني تقريبا فيك تعتبر 250 ألف عائلة صاروا مغطيين. بقي 500 مليون دولار لازم يتأمنوا. هيدا صار في نقاش عليهم. بالقانون راحوا حطوا اعتماد بقيمتهم على الليره على اساس انه بيعطيهم اياهم مصرف لبنان او بيدبرون. هلا اكيد مصرف لبنان ما بتعرف اليوم بانه ما بقى عنده فائض، عم بقول لهم انا ما بقدر اعطيكم اياها، ماكسيموم بعطيكم اياها على الليره على سعر هيدا شان حكومه. اليوم الحكومه هي بدها تقرر. بالفئه الاولى اتفقنا كيف عم تقبض، الفئه الثانيه بدها تقبض عبر البنك الدولي ولازم يبلشوا جماعة الجيب. حكومة ما بتجتمع، كيف بدها تقرر؟ هيدا فيهم ياخذوا قرار هلا، يعني عبر الوزراء ما بعتقد بدها قرار، او بدها قرار بدهم يجتمعوا حتى يقرروا. عم بقول له وين تأخير؟ طيب اليوم بيبقى هالفئة الأخيرة كيف بدك تدفع لها؟ يا بدك تدفع لها دولار، هون كان في احتمال انه البنك الدولي يساعد. قال البنك الدولي انا اذا بدي بعد ضيف قرض اضافي املكم بعد شقفة من 500 مليون بدي بالاول شوف حسن تنفيذ اول شقفه. اوكي من هيك لازم نبلش باول شقفه على السريع يلي اخرها شوي، القانون صدى كان بده تعديل كان لازم يتعدل باخر جلسه. هلا في شغله بقت تعملها الحكومه، انا حسب ما معلوماتي انه المفروض يبلشوا ويفتحوا التسجيل بواحد كانون الاول. بجميع الاحوال يبلشوا بهيدي الفئه الاولى اللي هي تبع ال 246 مليون، والفئه الثانيه يا بده يكونوا أمنوا من بنك الدول يضيف لهم إضافة دولار ليقدروا يدفعون، أو بدهم ياخذوا من مساهمة صندوق النقد اللي جيب مليار دولار على لبنان كمان يمولوا فيها، أو بدهم يدفعوا قيمة هالمساعدة على المعالجات مش بطيئة على ساعات على سعر الصرف. يعني الانهيار أسرع من المعالجات. هون المشكلة أنا عم بقوله إنه هيدي صارت قصة شأن إذا بدك داخل الحكومة. طب كحليف أنتو حزب الله ما بتمونوا عليه تطلبوا منه إنه يجتمع؟ ما هو اللي معطل إنه الحكومة تجتمع؟ هذا موضوع تاني، هذا إحنا عم نقلك هذا موضوع رفعين الصوت فيه صرنا 100 مرة. طب ما بيمون رئيس الجمهورية على حزب الله؟ هلأ خليني أقول بعتقد هيدي حتى فيها ما تنطر حكومة بدأ اتفاق بين وزارة المالية. تجتمع الحكومة اللي أنتو ما ترضين على عدم اجتماعها. في لجنة وزارية اسمحيني أقول لك فيها وزير المال وزير الاقتصاد وزير الشؤون الاجتماعية، هي مهتمة بموضوع البطاقة، هي اللي حطت قصة هذيك بالقانون كلفناها، هي اللي حطت المعايير للاستفادة للناس اللي بتستفيد شو العقسية معايير، وهي مفروض تبت هيدا الموضوع من كيفية هي والحكومة. مع صندوق النقد بالآخر بدأ قرار مجلس الوزراء. بس أنا عندي سؤال سيدة عم بحكي هلأ عن النقص بالتمويل. الكلمة المحورية كانت بدأ أنه بدأ دعم دولي تنقدر نغطي لهذا النقص بالتمويل. صح.
الدعم الدولي بده سياسة خارجية. نعم. السياسة الخارجية أكبر داعم دولي أو داعم بالدول الموجودة هي الدول العربية. صحيح. اليوم سياستنا الخارجية اللي عم بتكون عم تتطرق للدول العربية وعم نشوف موقفكم محايد أنتم من الوزير وزير الإعلام. بشو محايد؟ يعني انتم ما قلتوا ما دعيتوا لاستخالته لهيدا الوزير علما انه هيدي ممكن تكون مبادره والمبادره بتفتح نقاش لانه نحل الازمه اللي موجوده بيننا. مين قال لك نحن ما عم نشتغل على حل لهالموضوع؟ واكيد نحن مش العقبه بوجه استقالته. حتى شو الحل ممكن يكون؟ معقبه بوجه استقالته اول شيء هو ياخذ القرار المناسب باللحظه المناسبه. وانا متامل انه هذا يعني الموضوع يعني في تشجيع منكم انتم على نحن. فشو الحل اللي عم تشتغلوا عليه؟ نحن بكلامنا عم نقول نحن ما في حدا اليوم اذا هيدا الحل اذا او هيدا جزء من حل. هلا متفق على شغله اكيد المشكله اكبر من التصريح طبيعي. ما حدا موهوم طبيعي بس انه المشكله واصلا اول خطوة. خليني اقول لك حتى عبروا عنا الجانب السعودي بوضوح انه المشكله اكبر من هيك. طيب واليوم فيك اذا بدك تصغرها للتصريح بتقول يمكن الناس تقول لك والله مش عقد حجم الازمه اللي صارت بس ما بقى فيك تهرب من انه تحول يعني نشأنا ما بين وزير الاعلام لرمز للاشتباك اللي حاصل فحكما لا يمكن ما هو كان السبب بدايه سبب المشكله يا استاذ علام هو جزء منه ما هو بدايه المشكله كانت معه للوزير يعني الوزير شو عم تجربوا تعملوا؟ انا بالنسبه لي هيدا موضوع كنت عم بقول لك اياه انه ما رح تنحل القصه الا ما يكون هيدي القصه جزء منه، هلا هيدا بموضوع ما فيك تفرضه منه. ما فيك تفرضه انت، هيدا موضوع بده يحصل ضمن اكيد في مسعى عم بيصير وعم بيقوم فيه رئيس الحكومه اكيد الرئيس مئاتي وعمل اتصالاته مع الكل وعم بيتابع مع الكل وبعتقد هيدا رح يكون له حل، انا مثل ما انا عندي معطيات بس انا ما بدي احكي عن حدا لانه القرار منه بإيدي قريب يعني هيدا الحل وشو رح يكون؟ هلا سيستقيل الوزير؟ انا ما بدي اجزم بشيء لانه الموضوع منه عندي صراحة. في شغله مهمه كان عم بيقول انه الموضوع اكبر من الوزير ارتاح. مزبوط الموضوع اكبر من الوزير ارتاح والسعوديه مثل ما كنت عم بتقول مزبوط عبرت انه انا وزير خارجيه سعودي عبرت انه هيدا المشكل كتير كبير. اليوم حضرتكم حلفاء لحزب الله، حلفاء لهيدا السلاح يلي عم بياخذ لبنان على محور ثاني. تعال نحكي اقتصاد شوي. صادرات لبنان بالسنه 3 مليار دولار، مليار منهم على دول الخليج. طيب مليار. شو سؤالك يعني اليوم انتم كتيار وطني حر وك كناس بالسلطه وبالحكم وانتم اكبر كتله نيابيه وكل شيء بظهركم، شو موقفكم من الحياد؟ وليش لليوم بعدكم مش داعمين الحياد؟ مع العلم انه هيدا هو الحل الوحيد ليجنبنا كل هالصراعات. قلت السؤال تفضل. اول شيء نحن سبق وعبرنا شوي عن هالموضوع، نحن اكيد ما ضد اليوم تحييد لبنان عن كل المحاور، يعني نحن بنرفض انه يوضع لبنان باي محور، ما بنعتبر انه تفاهماتنا الداخليه مع مكونات لبنانيه بالاخر موجوده لانه ناس بتنتخبها، مش هيك؟ حزب الله موجود بكتله نيابيه مثل ما موجوده امل، مثل موجود القوات، موجود التيار، مثل موجود الاشتراكي، لانه في ناس عم تنتخبه. طيب عظيم، فاذا انت محكوم بالتفاهم مع كل مكونات بلدك، هلا اليوم وقت انت بتتفاهم معه مش هدفك انك انت تروح تتحول الى جزء من محور او انك تاخذ لبنان الى محور معين، بس هيك البلد مفروز هي او هيك التصور طيب مفروز. طيب هي اليوم ما في شك هي المشكله مش بالتفاهم، في مسؤوليه اليوم، خلينا نتفق على شغله، في مسؤوليه كبيره والاكبر تقع على عاتق حزب الله في المساهمه اليوم في حل المشكله الاقليميه يلي اليوم موجودين فيها. صحيح. هو سبب بالازمه هيدي بدها اليوم في هو حوار وطني. هيك بدها حوار وطني، ما عندي مانع. انا عم بقول لك ايه، ما في شك انه هو عنده المسؤوليه الاكبر لانه هو بالافريقاء اللبنانيين يمكن اكثر واحد عند هلا حاليا عنده امتداد اقليمي نسبه لغيره، لهذا السبب هي بتحمله مسؤوليه اكبر. استاذ علاء بس صار في بيير تفضل. لن ادخل بهيدا الصراع اللي هو بين المحورين لانه سبق وقلت لك نحن في محور ثالث اللي هو محور الثوار اللي هن كلهم يعني كلهم واللي بياكد انه هن جماعه. في ثوره يا بيير؟ اكيد الثوره موجوده، الثوره هي فكره والفكره ما بتموت وبكره بتشوفيها بالانتخابات النيابيه. وتحديدا بدي ارجع لموضوع وينة البطاقه. وينها نزلت كرمال شيء زهيد واليوم ليش امبارح بنقابه المحاميين ما انتصرنا وبكره بنقابه اطباء الاسنان ما عرفت كلهم تبنوا للنقيب. هيدي حمله ممنهجه من الاحزاب السياسيه مثل ما شفت هلا انه كلهم اعلنوا ربحهم للمرشح تبعهم. بس خليني ارجع على موضوع البطاقه. شو رايك؟ هلا
برجع لك المحامين عم بيقولوا انه لهم استاذ ديانا بس خلينا ارجع وين انتصرتوا بس عم يسالك في موضوع المحامين نائبه محامين استاذ نادر كسبار ما نادر ما انه مرشح ما حدا ما دام نادر هيدا بالاعلام بس على ارض الواقع انزال على 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 النقابه اكثر من ولايه اول مره يدعم من الاحزاب استاذ ديانا هاي هي هاي الحمله اللي هلا عم بتشوفيها هيدي صارت بال بال بالتواصل الاجتماعي وركضوا الاحزاب يعربشوا على الثوره وما قدروا بس انتوا الاحزاب تبنوا بدنا نسال ولا هو مع مين المهم بيربحوا واحنا نحن ثوره استاذ ديانا بدي ارجع انتوا كمان معونا نائب جديد ما هو المحامي كمان اعطيتوه اصوات نزلتوا على الاوتي في انه انتوا اعطيتوا كتائب على طول مرشح كثير مش انه غريبين بس هل نائب لمين تابع؟ كثير اليوم اذا بتشوف كله تبناه كل حركه الامل يعني هي حمله ما في غير القوات بس ما تبنوها هي حمله ممنهجه من الاحزاب بلد بنوها بتحرق الثوره غير هالطريقه خلينا نسمع بعض بليز نائب زحمة بعدين بس اعطيني اقول لك شغله واحده على بطاقة التمويلية موضوع كثير مهم كيف ممكن اشخاص سرقوا 100 مليار دم ايرادات باكثر من 200 مليار خزينه الدوله طارت واختفت ونهبوهم وتحاصصوهم بين بعض وبيلطفلوا الجو بين بعضهم كلهم يعني كلهم ارجع ائتمن عليهم دولار واحد يفوت وان يستلموه ما تتحول لبطاقه انتخابيه هن مش قاريينكم هن بدهم يتعذبوا كثير انه ما يقرونا بس ولكن بيدخلهم وهن كلهم خايفين اذا هالقد عطلان هم مصريات الدوله يلي انسرقت من 30 سنه لليوم يتفضل يوقف مع معركه الدقيق الجنائي روح عمول تدقيق جنائي صرنا سنتين ونص عم نحارب بموضوع التدقيق الجنائي اول شيء وبعد ما وصلنا لمحل صرنا سنتين ونص علقانه بين وزاره المال تتأدى في المسؤوليه وينوت بالتدقيق الجنائي ننزل نتظاهر قدام مصر في لبنان بننزل الاشتراكي بيتظاهروا ننزل على مجلس النواب تعرقل القوانين لاكثر من مره بدل ما تتظاهر تاريخ الاكوان بننزل تظاهر هب يلي انسرقوا بالدوله اللبنانيه وين ما كانوا تفضلوا اقف معنا بمعركه التدقيق ما بوقف معك انا ضدك ما بوقف معك بلا طعم وصل لنتيجة. انت سببت بالانهيار ما حاجي وقفوا طبطب لك انت مسؤول مثلك مثلهم كلهم بس انه اليوم مش الكل بيتهم الكل بالشعبويه لا البنك الدولي بس بما يخص توزيع البطاقه التمويليه هو بطاقه انتخابيه بنسميها هو باشرافهم مباشره تحديدا حتى يكون في عمليه شفافيه ورقابه على عمليه توزيع المصاريف بس حتى نوضح هالشيء فهيدا واليوم معمول عبر منصه مباشره الناس تتسجل كيف سجلوا للفاكسين سجلوا عبر امباكت يعني ما بيمرقوا بوسيط مثل منصه الدولار كمان بس حتى اقول كيف السيستم فبالعكس يعني هذا الموضوع الكل حريص انه قد ما فيك كل مسار التسجيل والاستفاده ما يمر ابدا باي يعني لاير اذا بدك او يعني طبقه لاير يعني سياسيه تتدخل فيه ويكون فيه زبائنية أو غيره من هالموضوع وهذا على كل حال البنك الدولي حرصه واشترط كمان أنه هالمرحلة الأولى تبع أول 200 مليون تنفذوا مظبوط حتى يعطي المليون 300 مليون تانية إيفنتشولي هذا المبلغ حتى تحديدا يكون في عملية أنتوا كتيار وطني حر شو موقفكم من الثورة معترفين أنه في مجتمع مدني وفي ثوار وفي مجموعات خليني أقول لك شغلة حددي شو اليوم إذا عم نحكي عن مجموعات محددة شيء وإذا عم تحكي عن حالة شعبية اليوم عبرت عن ثورة 17 تشرين في حالة شعبية عبرت عن حالها أكيد إنه رافضة كتير من الأمور برجع بقول لك بكتير أمور أنا بحس حالي بشبه واحد منها لأنه أنا شو قصدك بحالة حالة شعبية شو حالة شعبية؟ يعني مش معترفين إنه هيدي ثورة حقيقية ليش ثورة شو ما بدك تسميها ثورة انتفاضة شو ما بدك تسميها ما عندي مشكلة مع التسمية أنا بدي أقول إيه في اليوم حالة أو ثورة اللي بدك إياها ما بدي احكي لانه هلا ثوره صارت كانه مجموعات محدده بيختزلوها انا ما بعتقد في حدا بيختزلها يعني اذا عم تحكي عن الحاله الشعبيه هلا في مجموعات تنظمت اليوم وهي عم تخوض انتخابات حقها تصطفل عندها امل برايك انا اللي ما سالتيني عن حالي قلت لك ما بيستبق راي الناس بدي اقول لك عن غيري خلينا ننطر يعني الناس تستفتى وهي بترجع بتعطي رايها هي بتحدد يعني حجم انت بتحدد حجم بتشوف الاحزاب السياسيه بتحدد حجم هالقوى السياسيه اللي طرحها حالها قوى جديده تغييريه بس كله انتم بتراهنوا على انه ما راح يطلع لهم مقاعد ما براهن على شيء انا براهن انه انا برايي اليوم هذا القانون النسبي بيسمح للكل انه يتمثلوا برايي الكل راح يتمثلوا اكيد راح يكون في ناس اليوم من رحم هذه القوى بس هو جائر بحق كثير من احزاب والطوائف هذا القانون يعني اكثر شيء بنسبه يمكن انتم اذا بتحكيني طوائف بعتقد اكثر القانون لحديث هلا
جيب صحة تمثيل طائفية هو هذا العنوان. ايه بس تيار المستقبل يعني شو تيار هلا اذا هو نحر حاله فيه كيف؟ لهالقانون انه احسن يعني يضل في قوى سياسية يعني بتاكل تمثيل غيرها يعني؟ في غير قانون بتقدروا تجيبوا أكترية؟ كيف؟ انتو كتيار وطني حر ما في حدا بجيب أكترية، نحن بجيب كتلة ما بجيب أكترية، مش بتعرفينك شي حدا بيقدر يجيب أكترية لحاله؟ أكترية نيابية ايه كيف بجيب أكترية نيابية؟ في كذا قوة سياسية لتجيب أكترية نيابية، في تحالف سياسي طيب يعني انتو كتحالف قوة مع بعض ما بعرف هلا انتخابات شو رح تعطي بعدين وين في أكترية بعد ما علي اسمحي لي وين الأكترية ما هو التيار بيدعي انه مين اكبر لحظة نيابيه بالبرلمان هيدي كتلة نيابية مش اكبر واكثرية ايه اكيد مش عم بقول ما في كتلة كبيرة يا جماعة في فرق بين يكون عندك كتلة فرق بين يكون عندك أكترية نيابية طبيعي نحن هلا حاليا اكبر كتلة مزبوط بس نحن الأكترية كيف تتحدد انت هلا شايفة بأي جلسة اليوم مجلس النواب كيف عم تصطف القوى السياسية ما علي اليوم بكل هلا كل الجلسات اللي مرقت كانوا مستقبل اشتراكي قوات امل مع بعضهم صح ومئاتي وكل المستقلين كان التيار لحاله اوقات اوقات التيار وحزب الله مش دائما حتى اوقات حزب الله معهم فاذا اليوم وين شايفه اكثريه بالممارسه بقلب المؤسسات وين شايفه اكثريه هيدي بعدنا عم نضحك على حالنا لانه معتبرين بعدنا تصنيف سابق انه 8 ادار و14 ادار وتيار وحزب الله وتحالف والبديكي مزبوط في قوى بتلتقي اوقات على كثير اشياء بس في كثير اشياء اليوم عم تنفرز بقلب الحكومه وبقلب مجلس النواب بشكل مختلف كليا بس من الأكترية. كم يوم نائب محمد رعد بيقول انه لو اجت اكثريه ما راح فيها تحكم عم يوصف ما بعرف كيف عبر ما سمعته حرفيا بس اذا عم يوصف الشيء اللي انا كنت عم بحكيه انه ايه عمليا اليوم بلبنان ما حدا في يجيب اكثريه لحاله الا اذا في اكثريه بتمثل كل الطوائف تقدري ودليل 2009 شو قدروا يعملوا تحالفات يعني تألف القوى كمان بتعمل تحالف قوى السياسية بتعمل أكثرية صح ولكن هذا البلد قصده أنا بعتقد هيك قصد أنا برجع أقول لك ما سمعته حرفيا قصده إنه هذا البلد يحكم بالتوافق بكل بساطة لأنه عمليا ما في نظام أكثرية ليش حزب الله متوافق مع غير الأحزاب أو بالهيمنة ما لازم يكون هيك أكيد طب كيف فيكم تنجزوا شي مشروع مثلا للبلد مثلا خلينا نحكي كهرباء بدك عن جد تعملها كيف تعمل كهرباء معمولة بس بدك تشوف ليش وعندك عندك أنت أكبر كتلة وما عملت شي النفايات ما عملت شي لأنه أنت اليوم المي ما عملت شي إذا تابعت أول شي مش مزبوط ما عملت مش مزبوط من عمل شي من عمل كل شي ايه بس مش من عمل شيء الهيئه بدك تسمي لي مشروع واحد او مدرسه او مستشفى وحده ببعبدا كنت مشرف انت عليها ونفذت اي منين بجيب تمويل انا وين الدوله هي الدوله اللي هيدي الدوله المركزيه اللي اليوم يعني ما فيك كيف يعني ما بتقدر تعمل شيء مش قصه اول شيء اذا بدي اعمل انا قدمت مشروع لبعبدا ب 160000 بيت للكهرباء بدي اعمل مشروع انمائي اول شيء انا خبرك اشياء صارت ببعبدا انت يمكن ما بتعرفها اللي مطرح ما قدرت امن تمويل عملت بدليل اذا بتعرف مستشفى بعبدا الحكومه كيف كان وضع المهتري وقت عملنا النواب كيف رحنا مع الأمار مع الهبة التليانية ومع البنك الإسلامي قدرنا ندبر لها تمويل لنرجع من أمتى كان تمويلها هيدي محضر؟ طيب بس دايما في حدا بتقوله هيدا الحل هيدا كان واقف صار إذا بدك تحكيني على سد أي سماني كمان من 2008 الكويتية أنتوا إذا جيتوا نفذتوا خطط قبل مش أنتوا عن جسد واضح واضح إنه ما عملوا كذا سنة بس بس عملنا هون بطلنا لا انا عم بتنفذوا كانوا طب الواضح انه يعني احتمى يا قرع من المشط يبدو ما في تحالفات مع الثوار بال بكعوا يعني ما فيك تعمل شيء عملت شغلك ما بيسوا ما في شيء ما قدرت تعمليه ما بيسوا هي المشكله انه عم بيسوا انت دائما بتقولوا شعار يعني عندك حاله رفضيه ما فيك انا بفهم انه ينتقدنا على شيء غلط ويعطينا حق على شيء صح بس وقتها بيكون حالي رفضية على كل شيء كله نيجاتيف 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 ولا ممكن تقدر توصل لأي نتيجة انت بيه الشعار ما خلونا هيدا اللي هو صار عنوان بس انا عندي سؤال مين بعتمدوا هذا الشعار إيه مش مزبوط لا في اشي اكيد مزبوط انه في امور بس مين ما خلونا لمين رجع انت ما بتعرفي شو صار مشكل مثلا ما شهدتي وبالاعلام شاهد وصار في كثير تصاريح مشكل على معمل دير عمار شو بين 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 حركه امل والتيار ما شفتيه هذا يعني وزير علي حسن خليل هو المسؤول يعني حركه امل هي المسؤوله اللي انشرت من شركات وهميه دير عمار وملأ ومين الشركه اللي شريتها بالسجلات دير عمار ما صار فيه اول شيء ما بعتقد صفر دولة ما صار فيه هيدي ارض دولة قصدك سلعاتا دير عمار اول شيء سلعاتا رجع عم تحكي عن شيء ثاني بلش من هون دير عمار اول شيء ما صار فيه استملاك صحيح صح ثاني شيء حتى بعتقد بسلعاتا ما صار فيه استملاك ما فعل ما في قرار بعد ما صار فيه استملاك بس في شركة وهمية اشترت الاراضي وسجلاتها يلي هي بوزارة الاقتصاد يمكن بتسجل ما عارفين ما هن ما قدروا ينبشوا مين مالك هيدي الشركة هيدي على الفرضية
موجوده ومشتريه الاراضي. ما بينعرف من هي، بروح السجل التجاري بتعرف. ما هو 100% السجلات التجاريه مش موجوده، هذه فضيحه انعرفت من وقتها، يعني من فتره طويله. مين لمين الملك؟ سؤال لمين الملك؟ بموضوع قطاع الكهرباء. لما كنا عم نحكي نحن شفنا انه كان مطلوب يلي هو الموجود بالكهرباء انه يكون في هيئه ناظمه. ليش بعد ما صار في هيئه ناظمه؟ مختلفين على قانون تعديله. بتذكر انه وقفت وقتها موجود بامانه مجلس الوزراء بين هيئه ناظمه ومأموري احراش وامضاءات لبعضهم. جاد انت وقفت هيك صح؟ كان بدي احكي، بدي اسال سؤال لبيير، انه هو بيعتبر حاله عم بيسالنا انه شو عملته وشو عملته واكثريه. طب بكره انت طامح توصل على المجلس النيابي، مش كشخص بيير كثوره، رح تصطدم اليوم في حال كنت 15 20 25 نايب، قد ما كنت بمين رح تصطدم؟ بنفس الاشخاص يلي اصطدمنا فيهم بخطه الكهرباء يلي عرقلوها، بالسدود، بعوده المهجرين، هن ذاتهم، انت عم تيجي تلوم لانه انا اليوم قدرت انجزت وجاي تعرض حالك حل. بتعرف شو بشتغل انا؟ بس انت لما توصل على السلطه بس خليني انا بشتغل. كنت حابب احكي شوي صغيره عن الانتخابات النيابيه لانه على طول بيوصفونا انه احنا. سألني سؤال بدك جاوبك ولا لا؟ ما خلص دوري، خليني اخلص دوري ورجع جاوب واحد. خليني اخلص دوري. بتعرف شو بشتغل انا شيء؟ كنت حابب احكي شغله بخصوص الانتخابات النيابيه لانه على طول عم يوصفونا هلا نحن بدنا نعدل الانتخابات اليوم. بس شغله صغيره بدي اقولها، انه نحن بسنه 2013 نزلنا رفعنا وحده الانتخابات بتنظف، وهيدا الشيء كان من منطلق نحن رفض التمديد للمجلس النيابي وما حصول الانتخابات بوقتها، وهيدا الشيء بعدنا ثابتين عليه. نحن ما حصول الانتخابات اليوم شو نظفت؟ نظفت لنا جيوبنا. ما رجع صار في تمديد لانه بوقتها كمان ما كنا اكثريه مثل ما هلا نحن منا اكثريه، نحن يمكن عندنا اكبر كتلية. نظفت لك الجيوب تصدقنا، بس لانه انت بعدك عم تصوت لهن ذاتهم. اذا هن بعضهم متوقعين انه بكره بالانتخابات 2022 حيقدروا يغيروا. طب ما انت ما تصوت لهم هن ذاتهم. انا مقتنع بحزبي الذي صوت له. إذا كل واحد مقتنع بمشروع حزبه، يعني ما بعرف شو بدي اقول لك. يعني هلا في شيء تنتقد حزبك فيه يا زلمة؟ سوري، ما في شيء تنتقد حزبك فيه؟ أنا بنتقد حزبي، بس أنا وين بوقف حده لحزبه أكثر؟ وقت أشوفهم كلهم اللي أنت عم بتقول أنت ضدهم كلهم، يعني كلهم، وقت بدي أشوف هول كلهم اللي بسنة 92 أو بال 90 لهلا هن بقلب الحكم وهن اللي عرقلوا كل المشاريع، بدهم يجوا هلا يصيروا هن معارضة ونصير نحن يلي سبب الانهيار البلد، يلي سبب تفليس البلد، يلي سبب وصلنا يمكن ل وصلت راي. شكرا، بدي كلمة أخيرة بس شغلة، بس كلمة عن بيير، بس كلمة صغيرة. حضرته كان عم بيقول إنه بس يوصلوا على البرلمان بده يصطدم بفلان وبفلان وبفلان. طب مين هول هن فلان؟ هلا ما سمعت ولا مرة عم نحكي من خرم هول هن الأشخاص، ولا مرة بيقول لي هن انتخبوا رئيس مجلس نواب بعدهم جداد. وقالوا عنه هيدا الرئيس القوي جبران باسيل بعد مثل سنه بعد الانتخابات النيابية، قال عنه الرئيس القوي، وقبلها كان قال عنه بلطجي. والكتل يلي عم بيحكي عنهم انه بيقلبوا شمال يمين وبيكونوا معه ضد، هول كانوا حلفائهم بالتسوية الرئاسية يا جماعة. شو عم تحكي؟ شو؟ انتوا قعدتوا سوا لفتوا على الحكم عن جديد بال 2018 وال 2016، جددتوا هالعقد، حزبكم وعد الناس بالتكافل والتضامن مع هالمنظومة، منظومة فيها سلاح، منظومة فيها مافيا، كلهم مع بعضهم. أنا بدي أخذ تعليق على هالمعلش بس من أستاذ. كم حكومة أنتم شاركتوا من 2005 لهلا مع هالمنظومة مع هالسلاح؟ اثنين أو ثلاثة. شو؟ اثنين أو ثلاثة. عدد سنين عد لي إياهم. عدد خمس ست سنين. أكثر. لا مش اكثر. بلا. طيب شو انه ما فيك انت انتقائيا تقرر ساعتي. انا ما عم بقرر ساعتي بدي انا عم بقول لك اداء سياسي. لا انت اليوم انت معك اكثريه، اليوم كان عندي وزيرين ثلاثه بالحكومه او وزير من هون. معلش هلا انتم بعدكم عم تتمرسوا وان شاء الله بتضلكم لقدام وبتصيروا محلنا كلنا، بس بدي اقول لك شغله باحزابكم يعني بتتقدموا وبتصيروا انتم بمواقع المسؤوليه. بدنا نكون واقعيين، انا وقت بوصف لك واقع بحسناته وبسيئاته بعوراته وبواقعه مش عم بحكي لان ماني شعبوي. انت اليوم وقت بتجي ساعه البدك بتقول انا شعبوي يعني. بلا رح اقول لك شغله، انت وقت ساعه البدك بتحكيني عن منظومه وعن سلاح، ساعه البدك تتحالف معها لانه بنسبتك يا بتحالف يا بتحالف رباعي يا بحكومات من 2005 ل 2014 وقت تطلع. لو بدي اتحالف معك انتخبنا لك رئيس. تخيل اسمعني رئيسنا هلا عم تحكي. اسمعني هو رئيسنا. تخيل رؤوس انا بدي اسمع. رؤوس شوي كمل. وقت انت بدك من 2005 لا اخترت بعدين تروح على المعارضه، وحقك ما عم لومك انك تروح على المعارضه، هذا حقك، بس انت اليوم ما فيك تتعاطى انتقائيا. انا بتعاطى مع الواقع اللي عم اقول لك ايه يمكن ينتج بعد الانتخابات النيابيه، وحتى لو انت ربحت وصار عندك كتله كبيره وبدك تفوت على الحكم بدك تعرف انه انت رح تقعد مع يلي الناس رح تنقي لك ايه تقعد معه، لانك انت ما بتختار شريكك بالبلد، هو بيفرض عليك الناس بتنقي لك ايه، بدك انت مجبور لو مش عجبك لا شكله ولا فصله ولا شيء، يا بدك تروح على المعارضة يا أنت بدك تشارك
وتكون شريكه وتفرض قد ما فيك تجرب تفكش وتحسس معه. قديش شركه شباب لمشاركة البلد؟ شريكه بإدارة البلد مش بالمحافظة. بدك تخييم بدي يكون شريك. لو كان في إدارة للبلد ما انهار البلد. أنا ديانا بدي يكون شريك بتقرير مصيري بالبلد. أكيد ما بدي صح. بدي وهيدا اللي بتمح له. نشفت له ريقه. إن لا أنا هيدا اللي بدي أقوله. إنه نحن اليوم بكل واقعية حقنا أكيد نسعى لنكون أكبر بأكبر حجم ممكن، لنكون بأكبر تأثير ممكن. أنا بتمنى إنه أكثر شيء في ناس يكون إصلاحيين يوصلوا من كل القوى السياسية، وأنا أكيد على أجندة إصلاحية حقيقية. ساعتها بتبين النوايا الحقيقية، بتبين ساعتها مين عم بعرقيل مين عم بمشي الأمور. شكرا لك سعادة النايب، شكرا لك شباب لمشاركتنا لليوم. بختام هالحلقة، تباعد ما زال موجود بين التيارات الموالية للسلطة وبين المعارضة اللي هي رافضة كمان هيدي السلطة، على أمل أن تحدد الانتخابات النيابية المقبلة تحدد حجم القوى. ولكن يبقى السؤال، هل راح تصير الانتخابات؟ واللي ما بيعمل انتخابات فرعية ليش بده يعمل انتخابات عامة؟ تصبحوا على خير.